هعمل معاكم النهارده مكرونه بكور الكفته، لذيذه جدا. عندي كور من الكفته، ملح، فلفل، بقسماط، بصل مبشور وبصل اخضر مفروم وريحان، كل ده هيتحط مع بعض ويتكور. عندي اسباجيتي مسلوق، طماطم شاري، طماطم مجففه، ثوم وصلصه وعصير الطماطم، عندي سكر وريحان، كريمه حامضه، عندي ملح، فلفل، اوريجانو وزعتر، زيت زيتون وجبنه بارميجان. تعالوا نشوف كده. أول حاجة عايزة أعملها أجيب الكفتة الحلوة دي، أحط هنا كده شوية زيت، وإيه هنزل علشان نشوي، سيبها كده تاخد على كل لون، على كل ناحية لون. يلا هاجي بقى دلوقتي، هنزل هنا كده بالثوم، هنزل بالطماطم المجففة، وهنزل كمان بالريحان. بصوا بقى الجمال ده كده، نكهات جميلة. هحط هنا الأعشاب بقى بتاعتنا الحلوة، يلا بينا تتبيلاتكم الجميلة. رشة الملح، رشة الفلفل، وهنزل بالطماطم الشاري، وهنقلب الكلام اللذيذ ده مع بعض. شايفين الجمال بقى اهو، حط الصلصة، وهنحط كده عصير الطماطم، وهنقلبهم مع بعض كده. شوفوا 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 بقى الجمال اهو كده، وشوية مية وهنسيبهم ايه يتسبكوا مع بعض. بس قبل ما اسيبهم يتسبكوا هرش عليهم رشة سكر علشان اكثر الايه الاسيديتي بتاعت اهو الفيتامين سي كده، نكسره ما يتحسوش بحموضة فيه اهو. رشة السكر دي بقى هي اللي بتظبط لي الطعم كده. هاجي هنا هجيب الايه المكرونة بتاعتي، شوفوا بقى الحلاوة. وبصوا هنا عندي المكرونة مع الكفتة لما تتحط عليها، شايفين الصوص بقى عامل ازاي. اوبا بصوا كده. بعدين هجيب بارميجان وهنسكوب كده الساور كريم، ده لما يتقلب كله مع بعضه يديني احلى واطعم مكرونه بصوص كور اللحمه.